تفضل كابتن. اتكلم براحتك. شفنا على مدار الشوطين الفوارق كبيره جدا بين الفريقين، ويمكن النتيجه زي ما قال الكابتن علاء لا تعبر عن سير المباراه. صحيح، دي حقيقه. الاهلي النهارده اجاد بشكل كويس، يعني مبروك طبعا للاهلي. دايما مباراه الكاس بتبقى مباراه صعبه شويه بطبيعتها، يعني بطبيعه الكاس مباراه بتبقى صعبه شويه، بيبقى عندك قلق، بيبقى عندك توتر، مش عايز تروح للاكسترا تايم، عندك باد اكسبيرينس من الماتش اللي فات انك رحت الاكسترا تايم وبعد كده ركلات ترجيح والمباراه انتهت مش لصالح النادي الاهلي، فبتبقى ليها معطيات مختلفه شويه عكس مباراه الدوري العام. صح. الكباتن اتكلموا عن ما يميز الاهلي النهارده او ما ميز الاهلي النهارده ديانج في نص ملعب وقدراته البدنيه الفائقه جدا جدا، التحول السريع، الرقابه الجيده، راجل من اكتر الناس اللي قطعت الكوره النهارده في نص ملعب، الراجل الباس بتاعه النهارده بيعمل الكي باس، يعني النهارده بيعمل يعني تميز حتى كمان تحول سريع من الدفاع للهجوم. يعني حاجه مختلفه تماما، كواليتي مختلفه، انت عندك ثلاث لعيبه بكواليتي مختلفه، ثلاثه موجودين لازم يبقى فيهم لعيب بالشكل ده، اللعيب اللي بيعرف يعمل الضغط من قدام، من وده اتكلمنا عليه من بدايه اللقاء، قلنا من اهم الميزات اللي موجوده في أليو ديانج ان هو ما بيستناش في نص ملعب يلخصم، لا هو بيروح يضغط لقدام، ودي حاجه بتزود لعيبه النادي الاهلي وبتزود النادي الاهلي كمان في الحاله الدفاعيه، يعني ما تستناش انت بتدافع من ورا، لا انا بتحرك للمنطقه الاماميه، بتحرك لمنطقه الخصم وابتدي اعمل الضغط من قدام، فيبقى انا عندي اربع خمس لعيبه في الحته الاماميه دي، ما بديش فرصه للخصم غير انه يلعب الكرات الطوليه اللي بتبقى سهله بالنسبه لدفاعات النادي الاهلي النهارده. امبي النهارده يعني فريق احنا خلينا سهل، خلينا اعدمنا قدراته الفنيه، يعني النهارده كان بيحاول ان هو يشتغل كرات، يعني يشتغل على الكاونتر اتاك، ما نجحش فيها غير يمكن في كرة او اتنين طول الماتش، خاصه الشوط الثاني. ابتدى يلاقي في مساحات الشوط الثاني يشتغل فيها، ولكن كلها مساحات بفضل أليو ديانج وبفضل التمركز الجيد الدفاع للنادي الاهلي النهارده، ما قدرش ان هو يستغل الشكل ده بشكل جيد جدا. صحيح. الثلاثي النهارده اللي انا يعني بقول ان هم قدموا مش اوراق اعتمادهم، قدموا شكل جيد النهارده، احمد عبد القادر قدى مباراه جيده كبدايه مع النادي الاهلي، لعيب متحرك، لعيب عنده جراه، لعيب عنده امكانيات فنيه وقدرات فرديه يفتقدها بعض لعيب النادي الاهلي، انت في وقت من الاوقات بتحتاج القدرات الفرديه. صح. مش اللعب الجماعي، احيانا الكره الجماعيه ما بتديش كل الحلول احيانا. مظبوط. في بعض الاوقات خاصه مع الفرق اللي بتدي تكتلات بتحتاج لعيب عنده مهاره فرديه يقدر يصنع الفرق. احمد عبد القادر عنده الحته دي. صح. مع المباراه اعتقد هيتطور بشكل كويس. مظبوط. ميكسوني عنده الحته دي، يعني لعيب متحرك جدا، هو عايز يعمل كل الحاجات في الكوره، عشان ده اول او تاني ماتش مع النادي الاهلي وده وضع طبيعي، يعني بيتحرك في كل مكان، ناحيه اليمين ناحيه الشمال تحت الفرود، بيحاول ينزل في نص الملعب، بيحاول يبقى في وقت من الاوقات بلاي ميكر، بيحاول يبقى طرف من الاطراف، ده وضع طبيعي في بداياته مع النادي الاهلي، وضع طبيعي. ممكن مع الاوقات يبتدي مستر موسيماني ان هو خلاص يقنن اداؤه او بالظبط او يعني يوجهه على طريقه لعب اللي محتاجها النادي الاهلي، ولكن بدايه جيده جدا، بدايه جيده، لعيب يعني بيظهر قدامنا ان في لعيب عنده قدرات وعنده امكانيات، مهاراته عاليه، لعيب سريع، لعيب خفيف. صح. عنده فيجن في الملعب النهارده، بس ينقصه في بعض الاشياء، يعني الربط مع زمايله، امتى يستنى ناحيه الشمال، امتى يروح ناحيه اليمين، امتى يلعب في القلب، ولكنه لعيب جيد ولعيب مبشر. صلاح محسن النهارده واضح من وهو نازل انه عنده روح عاليه، عايز يعمل حاجه. برافو عليك. يعني تمام، بيمسك الكوره، عنده جراه، عنده سبرنت عالي جدا، لعيب كويس، هو امكانياته وقدراته جيده. النهارده سجل هدف رائع جدا من كوره فيها خبرات عاليه جدا من مجدي قفشه، وده الكلام اللي احنا قلنا عليه، قلنا انك محتاج في بعض الاوقات انك تربط مع اللعيب اللي موجود معاك. النهارده اتلعبت من نيكسوني لمجدي قفشه وان تاتش، اتلعبت لصلاح محسن حط جول سهل جدا جدا جدا، وده اللي اتكلمنا عليه كابتن ايمن قبل الماتش، قلنا عشان تضرب امبي لازم هتضربها من بين الاثنين السنتر باكس، والنهارده حصل ان الكره اللي سجلت هدف اتلعبت ما بين الاثنين المساكين، اتحطت جول بسهوله جدا جدا. مزبوط. الاهلي مجملا كان اداؤه افضل بكتير، لو كنا سجلنا هدف في بدايه الشوط الاول اعتقد كانت المباراه راحت لنتيجه ثانيه مختلفه عن كده، ولكن مجملا الاداء جيد للاعيبه النادي الاهلي. البدايات دايما بنقول بتبقى فيها مشاكل وفيها صعوبات وفيها حاجات كتيره جدا، يعني صعبه جدا على اللعيبه، ولكن الاهم في مباراه الكاس انك تعدي وانك تروح للمباراه اللي بعديها، وعندنا وقت ومستر موسيماني عنده وقت انه يقدر يصلح ويشتغل مع اللعيبه في النواقص اللي موجوده.